نعود من جديد من أجل تنوير، من أجل الكشف، من أجل التارية، من أجل الوقوف الند بالند أمام أي كان يسول له نفسه أن يقف حجر عثرة أمام الأهداف التي رسمناها بعناية، وهي ترقية شاملة لجميع الشيوخ الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات، 10200 الذين تقاعدوا منذ 2003 إلى ما تم 2011، ولما لا 2002 2001 2000 إلى آخره، إلى آخره، آخر ضحية سيرقى بإذن الله. المريقية وتافت الفوت وتطوى الملف وتسد باب ذاك الليسي، تسدت الباب بنات الليسي وبنات الليسي، حمقوا لي راسي، تسدت الليسي، تسدت لا مامو، واللي جايين قال لك باغيني، باغيني يقولوا بسم الله. يلا تبارك الله عليكم، نعود بعد قليل. اش غادي نديرو؟ فاصل ونواصل، نشوفو نتسنطو للمواسقة شناهي. ابو كريشه وفي شان هذه يعني صحه ابو كريشه، ابو كريشه اللي تبيع مطيشه، ابو كريشه اللي تبيع مطيشه، قال لك قال لك يدير المنسق الناقبي، نيري يا نيري تجمعوا لي الاربع يوم الحديه، مشيتوا عند ديك الخضره، عندك ما تصور هذه الخضره، نشد معكم الستون، عفوا اصحاب الكريم، نشد معكم الستون وغزال الليل. يلا ابو كريشة انا نوض من التعب، الشيوخ خلوا الشيوخ يتهموا مساكنين الشقه شي شويه. الله يا الزين يا الزين، وشفت والدي وانا براني، جبت البلاد وانا براني، اسا في حاضرة المحيط المناظر ما عارفهاش. تعرفني سول صحاب قلمي وسول، يعني انت عارف راك معايا في العيون وكنا في ذاك، عارف اش كاين سول، لا قلت لا الذاكرة عيات، سول مزيان. طلعوا المورال بعد اللي نعطوهم الكاوي، اللي نعطوهم هذا، اللي نعطوهم الكاوي، الكاوية يا الكاوية. وفكرنا بهذاك اللي قال لك ماشي خساره بالزين كلك مو مشى عيني راه عيني هاد الملف اش علمني يا صاحبي، شحال وشحال لقى انا مع شي مع شي انواع ديال البشر يا صاحبي، حنا تنعرفوا داك الشيء، ولكن كاينين الناس اللي كبار في لازم، كاين تنقولوا حنا راه في تيوصل واحد لاج بنادم تيتراجع شي شويه، وكاين اللي طلق ليها الحبال اولاد عمي، طلق الحبال بنات الليسي الله ولا قالك بغا بغيت يقلب على المهيرة، لا مهيرة وتيجي الرابيل، احنا نهضروا مع السيد موسى يسرع لك بالرابيل، راه الموسات راه غادي يخرجوا المناظر، غادي يخرجوا اللوائح، راه تيتسناو دروك المراسيم باش يفعلوا داكشي، باش يفعلوا اللوائح. كاين شي حاجة راه كاينة شي لها شي بركة ما غدوش الصيغة الموحدة، بغاو يركبوا على الميل، سيروا جو ديروا مكتب نقاب حتى الآخر، هما عارفين كيما داروا دابا في النظام الأساسي الجديد، لكن ندير واحد شوية نفس الشيء كيما داروا دابا في النظام الأساسي الجديد،
النظام الاساسي الجديد هما راه من الاول عارفين التوجه، عارفين اش كاين، لان تيقول لك هذاك لا فوي دو روت، هذيك خريطه الطريق، هذاك التصور ديال الوزاره هو هذاك التصور، ماشي غريب، ماشي غريب، داكشي كلشي موجود، حنا عارفينه، عارفين داكشي اللي كيفاش غادي يكون وشنو هي التصورات اللي غادي تكون، لان داكشي اللي كنتبع عليه غتعرف اش كاين. هادشي راه انطلق باقي عقل لو سيس وقيلا ولا لو ويت، بين لو سيس ولو ويت جات بين الاربعة، ان لو موان ان لو موان ان 2016، لقاء تواصلي، اللقاء حول المنظومة التعليمية والإصلاح ديال المنظومة التعليمية والأوراش وهذا الشيء، داروا مع جميع الفاعلين، ذاك كان برئاسة بن كيران، من كان رئيس الحكومة، باش يطلعوا هذاك الشيء، هذا الشيء الأوراش الإصلاحية وهذيك الرؤى الاستراتيجية اللي جات بها التوصيات ديال المجلس الأعلى للتعليم، اللي هو من تنقولوا مجلس الأعلى ذاك راه خرج بتوصيات، يعني راه موافق عليها الجميع بدون استثناء، أن كل شيء كل شيء مكونات ديال المجتمع والمدني ولا النقابيات ولا السياسيين ولا أي حاجة ولا المؤسسات إلى آخره، راه تتمثل داخل هذاك المجلس الأعلى لإصلاح التعليم للتعليم. المهم خرجوا بالتوصيات، خرجوا بلا فيزيون، من تقولوا لا فيزيون غير قابلة للطعن، قرار استراتيجي في الضينة غير قابل للطعن، غيتنزل اللي جاوا بها 32 مشروع، جاوا بداو تيديروا تواصل إلى آخره من أجل التسويق وإقناع جميع الفاعلين والمتدخلين والشركاء بجدوى الإصلاح ديال المنظومة التعليمية، وبقاو جاو حتى 2017 صافي كانوا انتهوا، داروا هذاك القانون الإطار 51/17، يعني حطوا ليه كيفاش غادي ينزل. من بعد دازوا 2018 تقريبا توصيات ثاني خرجت بها المجلس الأعلى لإصلاح الوظيفة العمومية، كانت سابقا تقولوا لها الوظيفة العمومية، الآن ولات إصلاح الإدارة. ملي نقولها لكم قديم، ودابا الان راه تجسد، راه ما بقى قد ما فات تجسد، دابا يلاه بداو تيخرجوا في الاشاعه ديال النظام الاساسي راه كاين هكا هكا هكا، حنا عارفين داك الشيء وقلناه شحال فيديوهات توثق ما قلت، هذا الشيء اللي يلاه غيتوصلوا ليه، انا راه قلنا قرنوا زماره. اللي كاين ثاني الاصلاح ديال ذاك اعاده الهيكله، بالعكس اعاده الهيكله ديال انظمه التقاعد، اعاده الهيكله وإعادة الهيكلة، راه بحال هذا النظام الأساسي الجديد راه فيه إعادة الهيكلة ديال بعض الهيئات مثل التفتيش إلى آخر، يعني هيئة التفتيش راه غادي تولي عندهم واحد ذاك ديال غتكون فيها تاني واحد شونجمون، لأنه كانت عندها استقلالية دروك ما غتبقاش مستقلة، غتولي تابعة المديرية الاقليميه والجهويه، هذه هيئه التدريس قبل راه كانت مستقله عن مديريه المديريه الاقليميه او الاكاديميه، كانت مستقله عليها، هذاك الشيء علاش كانت تكون هي عندها مقر بحدها، تكون عندها مقر بحدها شي ديال التفتيش، الان هذيك الاستقلاليه ديالهم غيحيدوها لهم في هذا النظام الاساسي الجديد، هذاك الشيء علاش خارجين تاهم، كلشي هادو اللي خارجين عارفين هما علاش خارجين، حنا راه عارفين هما علاش خارجين، كل هيئه عارفينها علاش خارج، انا متبعينهم من 2005، حنا متبعينهم بحال هادوك المدمجون اراضيون سابقا ديال 2007، هادوك راه كانوا استافدوا اصلا من استافدوا من النظام الاساسي من السنوات الاعتباري، خاصك ترجع المرسوم جوج 11622، هادوك تما غادي تشوف كلشي اللي استافد من سنوات الاعتباريه ومن دوك الهيئات كلشي، الا حنا اللي تقاعدنا من 2003 الى غايه 2011، خصوصا اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005، اللي تقاعدنا تقيدنا بالماده 112 شرط ديال 15 على 6 ترقيه استثنائيه باش نترقاو بست سنوات فقط من التاسع الى العاشر،
تسريع وتيرة الترقي، لأن التاسع دار في دور انقراض في 2003، هذا 2003 دار السلم التاسع في دور انقراض. إذا جات المادة 112 القاعدة ديال 15 سنة أقدمية عامة 6 سنوات فقط، دارت السلم أي نظام تيدير سي سلم في طور انقراض. نظام الأساسي ديال 2003 دارت السلم التاسع في طور انقراض، النظام الأساسي ديال 2022 غيوضع السلم العاشر في طور انقراض. وكما قلت الأمس أن أساتذة 2003 نظام الأساسي ديال 2003 يعني افتح باب ترقي الولوج إلى السلم الحادي عشر، افتح باب الولوج إلى السلم الحادي عشر بالنسبة للابتدائي، ما كانش، كان عندهم بلافون وديس. دركا مين جا هذا النظام الأساسي، أي نظام أساسي خاصو يضيف شي يدير شي تعديلات ويضيف شي حاجة. النظام الأساسي ديال 2022 هو غيفتح باب الولوج إلى خارج السلم بالنسبة اللي عندهم يعني المسار المهني تيتوقف في السلم الحادي عشر، يعني بلافوني في الحادي عشر، غادي يفتح لهم باب الولوج إلى إلى أوريشيل. اللي عندهم بحال الأساتذة الثانوي اللي عندهم يعني المسار المهني ديالهم محدد في أور إيشيل، يعني بلافون ديالهم هو الأور إيشيل، غيفتح لهم الدرجة الجديدة. داكشي علاش درك الدكاترة في النظام الأساسي الجديد غيعطوهم أستاذ باحث، ولكن الآليات آليات راه مختلفة، ما نهضروش حنا في لي ديتاي. باحث، أستاذ باحث، دكتور ديال الابتدائي أستاذ باحث، على حساب الخصائص ديالهم والميدان إلى آخره. إذا قلنا حنا إذا 2022 هو اللي غيوضع السلم العاشر في طور القيراد. النظام الأساسي ديال 2003 وضع السلم التاسع في طور القيراد، إذا عطيه القاعدة 15 إلى 6. هذه القاعدة 15 إلى 6 كانت قبل من 2003 تترقاو بها أصحاب الإعدادي من التاسع إلى العاشر. إذا من جاو في 2003 عطاونا حنا المادة 112 باش ندوزو ب 15 إلى 6 تسريع وتيرة الترقي ديال هذا السلم اللي توضع في طور القيراد. وقلت الأسباب والمسببات، لأننا أصلا كنا في 95، حنا اللي عنده البكالوريا خاص 95 يدوز للتاسع، خصوصا اللي تخرج اللي تعين بالثاني، لأنهم دوزوا هما 93 94 وقالوا بأنهم راه هما عندهم البكالوريا تعينوا بالتاسع، تعينوا بالثامن، إذا خصهم يدوزوا للتاسع. كما داروا في الأفواج ديال 2012 و2013 تيشدوها جوج الأفواج القريبة اللي باقي المجاورين في 2019 في المرسوم جوج 19504 ودخلوهم ثاني، شدوا غير جوج، لان في 2014 غيبدا يرقوا بالسلم، غيتعينوا بالسلم، يوظفوا تعين بالعاشر. اذا جاوا غير 2012 2013 اللي قراب، وفهموا الوزير بان هادو خاصهم يدوزوا في 2014 كان خاصهم يتعينوا في العاشر. لماذا؟ لان قال لك السلم التاسع قال لي راه دار في طور انقراض وبدا من 2003، هما راه ما قالوش لي في 2003 بدا من 2003، قالوا لي غير 2013 خاص السلم التاسع يكون في طور الانقراض على اساس في 2014 يكون يتم التعيين في العاشر. وهاد الافواج بجوج ما تعينوش في العاشر من 2014، اذا راه تعطلوا بالنسبه للوزير، قال لي راه دركا عندهم 6 سنين وكاين اللي عنده 7 سنين، اذا راه تعطلوا، كان عليهم يدوزوا في 2014. علاش؟ لان السلم التاسع دار في طور الانقراض، وما قالوش لي بان السلم التاسع راه دار في طور انقراض من 2003، وبان الناس تقاعدوا من 2003 2004 2005 الى غايه 2007، و2003 2004 2005 علاش نركز على هادو اللي تقاعدوا هنا؟ لان هنا هاد السنوات الجميع كان ينادي بترقيه استثنائيه لهذه الافواج، وتم اعتماد صيغة واحدة للترقي وهي الترقية بالاختيار فقط.
الترقية بالاختيار. ناهيك عن الترقية بالاختيار كانت تتقيد بستة سنين، غادي يردوها 10 سنين. هذاك الشيء علاش عطاونا حنا الاستثناء، لأن كنا جد متضررين وتأخرنا في الترقية ديالنا، ومن الثامن للتاسع دزنا ب 14 سنة، وأيضا كنا خاصنا في 95 نكونوا في التاسع ما دزناش، على أساس كنا دزنا في 95 كنا 2001 ولا 2002 على في الماكسيموم ندوزوا في الترقية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة من 2000 إلى غاية 2000 ما تم 2002. إذن هادو قال ليه داروا المادة 112 15 على 10، عطاونا 15 على 6 لأنها كانت قبل مديورة. إذا راه ما جاتنا حتى حاجة عطاونا الاستثناء ديالها هي اللي كنا تندوزوا بها فعلا من 9 ل 10، لأنه غادي يجوا يثبتوا الشرط النظامي في 10 سنوات في 2.04 المرسوم 2.04 504 اللي صدر في لومودوز وتنشر في الجريدة الرسمية 3/9/2006. يعني المفعول ديالو تيسري من تاريخ من حيز الحيز اللي يعني اللي تنشر فيه الجريدة الرسمية، هذا هو تاريخ سري المفعول ديالو، تاريخ سري المفعول ديالو. اذا خاصو يشمل فقط اللي شملو من 2000 من 9 فبراير 2006، باش علاش خلاوه حتى 2006؟ على اساس ان 2003 اللي تقاعد في 2003 2004 2005 تقاعد وتقيد بالمادة 112 خاصو يترقى من سنة إحالته على التقاعد بدون إخضاعه للحصيص، يعني خلافا للمادة 99 خلافا. والترقية هذه اللي داروها استثنائية داروها من 2003 وحدوها قال لك في حدود 4 سنوات، حدوها ب4 سنوات ليميتي. إذا 2007 الجميع اللي باقي اللي تعطل ما مداش 2007 خاص تكون بتاريخ مادي للجميع، وخا انهم داروا الكوطة بالنسبة للمزاولين، ولكن 2007 خاص تكون بمفعول مالي للجميع. اللي باقي مزاول وتعطل ما يفوتش 2007، راه كاين اللي جلست 2010 اللي داز، لان هذوك القدام اللي قلت كان تيجوا بالاقدامية العامة هادو اللي هما الان باقيين تيقول لك حنا ضحايا ويتحجوا، اذا راه ما دخلوا التاسع حتى 2004، كاين اللي ما دخلت 2005 اللي دخل التاسع، وكاين الناس اللي فايتينو ب 14 سنة 15 سنة وتقساو وتقاعدوا في التاسع، عنده 6 سنين في التاسع وما دخل حتى 2004 للتاسع، حتى 2004 اللي دخل التاسع، 2010 عنده 6 سنين في العاشر في التاسع تيدوز للعاشر وياخذ المنصب المالي ديال واحد اللي عنده 15 سنه في التاسع، ويرجعوا دابا وتيقول لك راه حنا ضحايا وضحايا وما ضحايا وشيوخ ما شيوخ، ويبداو يتحلونوا، ولكن لقاو اللي تيعاونهم بحال هادو اللي قال لك شو حنا نقلبوا على اللي دوزنا كيما دوزوا هذوك الاخرين. ومشات هذيك الوقت ديال يا ماما ديال ابن العشيرة ديال الدي تمشي دماكن تبطق عند النقابة باش دماكن ديرك، راه ما تنعرفو حنا لا نقابة لهم يحزنون في هاد، ما نعرفو لا نقابة لهم يحزنون تل اخر تل المواسيك اللي جايين نتوما باغيين تبطقوا باش قال لك تبطقوا نديروا مكتب نقابة ويركبوا على الميلف، هو اللي قال لك الملف ديال الضحايا يولوا يهضروا عليه، شكون الناطق ديك المنسق النقابي؟ اش من علاقه عندنا مع شي منسق نقابي حنا كاع اصلا؟ واش من علاقه عندنا معاكم نتوما؟ عندكم جروب فيه مات 20 ولا مات الهملك حل ديالكم بغيتوا تجي تلبسوا، وهما اللي تعيطوا عليكم النقابه اللي تعيط عليكم تقول لكم اجي ديرونا اداك، تجيب 5 قيوش ولا 6 قيوش دير بهم مكتب باش تركب على الملف، وحنا عامين ونص حنا تنضربوا التمر والناس كلشي في شهود المغرب كامل كلشي عارفين، الحاجه منى الله يجازيها بخير هي اللي وقفت هذا الملف ديال 10200
هي اللي وقفت عليه بنفسها المذكره التفصيليه ولا ويوميا صاحبي الناس اللي تخافوا الله الناس اصحاب الايادي البيضاء النظيفه والزوج ديالها الدكتور الحاج نسيتوه والسيد الابراهيمي نسيتوه الناس كلشي كانوا واقفين معاكم حتى واحد ما عقل عليكم يعني خمره الخبزه وقادت جيتوا باغي نتوما زعما كنتصابطوا تصايبت معايا انا نتوما راه قجاوج عايشه بالنسبه ليكم وجايبين واحد الزلامات تم واحد دوك اللي تيتجمعوا في فاس في وفلا جاي انت ما قال لك ولات مناضله مناضله اجيو كون مناضله كما كلش تجمعتوا ديال تما حيت هذوك كلهم تيسكنوا في فلا العيالات تيتلاقاو في الحمام مع العيالات وبداو بغيت تركبوا عليه هادشي ما عندكم ما تركبوا راه اللوائح خرجت في 2007 لدينا ما يفيد 2007 خرجت اللوائح ديالنا 2007 ليز دافونسمون دي تروازيام كراد او دوزيام كراد لدينا ما يفيد وهما يوقفوا الماده 112 ما كانش خصكم توقفوا الماده 112 وقفها ولا ما توقفهاش خاص كل شيء اللي تقاعد من 2003 2004 2005 الى غايه 2007 كل شيء تكون ترقى انا السلم التاسع دار في طون القيراد وحنا تقيدنا استثنائيا بالماده 112 ما عندنا حتى علاقه ب 10 سنوات كامله تجي تقول لي الموتيف في الاخر تيجي يديروا الموتيف قال لك راه ما كملتش الشرط النظامي حنا مالنا هو الشرط النظامي حنا في 2003 تحددت المناصب الماليه ديالنا وداو علينا الزلاله بالاقدميه العامه اللي ردوهم ثاني ورقوهم اكثر من 4 مرات ولا 5 2004 خرجت اللوائح وحددت المناصب الماليه المناصب الماليه هي الاولى تحدد المناصب اللي تيخرجوا اللوائح وتحددت في 2005 المناصب وخرجوا اللوائح وتقاعدنا وطبقوا فينا الكوطة ونتقاعدوا بالتاسع ومين يجي يقولوا لي راه كاينه 2000 4000 واحد 4600 راه اللي تقاعدوا اللي باقي اللي توظفوا بالتاسع من 2012 2013 هادو راه خاصهم في 2014 يدوزوا للعاشر وما دوزناهمش لان التاسع راه دار في طون القيراد في 2013 خاص كلشي يدوز للعاشر الا كان كلشي يدوز للعاشر راه خاص ماشي 4600 علاش دركتوا لي هذوك اللوائح الاولين كلشي اللي تقاعد من 2003 الى غايه 2013 كلشي يكون اللي تقاعد خاصو يكون تقاعد بالعاشر ما كاينش شي واحد يتقاعد بالتاسع شي راه تيعرفوه تضربوا الطم علاش ديك الاعتمادات الماليه تيعطوها كما قالت السي الوفا رحمه الله عليه قال لك الترقيه ديالكم اعتماد المالي ديالكم الترقيه ديالكم داو اصحاب الاجازه هادو اصحاب الاجازه الان هما دازوا ثاني استافدوا اكثر من 5 مرات ولا 6 من 6 الملفات 4 الملفات 5 الملفات كله وزهروا ضحايا الزنزانة التاسعة اللي تقول ضحايا الزنزانة التاسعة امتى تحلت راه تحلت 2011 اللي تحلت الزنزانة التاسعة وديك الساعة كانت اللوائح ديال اللي تقاعد من 2003 الى 2011 باش كلشي يدوز هذيك الساعة داروا المادة 112 دوزوا بها اصحاب اعدادي من 10 ل 11 وجاو فقط دوزوا 10000 3000 متقاعد بالمادة 112 وبالسنوات الجزافية إلى آخره وبدون كوطة إلى آخره من 97 اللي تقاعدوا من 97 إلى 2000 إلى 2003 12 جوج 2003 بيناتنا نهار وعطوهم تهادو يوم قبل يعني راه ما تيخضعوش للمقتضيات المرسوم ما عندهمش ما تيعترفش بهم السيستيم ديال الوزارة ورغم ذلك عطاهم يوم سي بوزيسيون ودوزوا 3000 واحد كلشي داز ل 11 ديال الاعدادي وحنا اللي اللوائح ديالنا خارجه اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 مقيدين الى غايه 2007 مقيدين وخارجه اللوائح من ماده 112 حنا الاولين حنا ما خاصنا لا نهار لا يوم جاو هادو كاع ما داخلين في السيستيم ودوزوهم عطاوهم يوم قبل ودوزوهم وصيفطوهم سامر اما السيستيم ديال ليديوكاسيون ما عندهمش ما تيبانوش انيكزيستون ورغم ذلك راه تيعرفوا اش كيديروا تعرفوا اش تيديروا عفوا وين الزميل
سمحوا لينا لا طوناليتي ديال لابوا ديالنا طلعات، ولكن راه كاينين شي اش نقول لك. دابا غنقول لكم الفيديو شكون اول واحد يثير هذه المشكله ديال المتقاعدين. بسؤال كتابي في 2004 هذول اللي جيت يقول لك ضحايا السلم التاسع راه ما تحل ما دار لي انفراش 2011، يعني راه الاغلبيه ما قبل قاعدين بالتاسع وما الاصل ديال المظلوميه. جاو دركا الخنان انت يقول لك العاشر وراه العاشر راه نتحلوا على اساس لجنه القابعين وسلم العاشر عنده عام ولا تيقول لي قابعين وانت راه مكتوب ما تخافوا الله لا عبدو. وجايين دركا تقول المنسق النقابي ولا تدركا دركا اش ديروا تعطوا وجه للوزاره، وزاره يعطوها وجه ملتزمين ومن تحتها يديروا تنسيقيات سكرتاريات ديالهم يخرجوا يديروا وقفات ويخرجوا يديروا وهما اللي يجيبوا لهم داكشي ويقول لهم خرجوا يديروا وقفات. من يخرجوا تيخرجوا هذوك تقول لهم مكتب نقابي راه سكرتاريا هما اللي تيخرجوا ما تنخرجوش حنا، حنا ما تنسمل تحت، حنا سارين السلم الاجتماعي. ولكن من سنيتو في الحوار الاجتماعي شريتو السلم الاجتماعي والقانون ديال الاضراب غادي يتنزل والتعديل في مدونه الشغل وغادي يربطوكم. شكب المسارة جاب لكم رئيس الحكومة كتبكم عرفكم اش تديروا ورا مدوز عارف اش تيدير عارفكم داير لكم القراءة ديالكم شي راه عارف هو وهو غادي ينزل واحد داك حنا نهضروا على دابا النظام الاساسي اللي غادي كي غينزل كما هضرت عليه هذاك انا نهضر عليه.